لازم تتعرض على متخصصين في العلم ده، ولازم نوصل لنص البردية اللي مع عجيب. الخطر الحقيقي هيبدأ لما نلاقي النص التاني. لحد دلوقتي اللي معاه مجرد كلمات ناقصة، ما يقدرش يعمل بيها حاجة. لحد ده ما يحصل لازم تاخد بالك، وخلي البردية اللي انت كتبتها معاك، واوعى توريها لحد حتى لو الكلام مش ظاهر عليها. انت بدأت تكتب التاريخ من الاول يا يحيى. اه صحيح، انا نسيت اقولك، انا عرفت دكتور عجيب عرف حكايتك منين. بجد؟ عرف منين؟ فاكر لما قلتلك ان الشرطة قبضت على عم حسني بعد ما لقوا معاه التمثال العشابة المسروق؟ لما راح السجن بقى اتعرف هناك على مين؟ على فوزي والدكتور عجيب. الدكتور عجيب كان أذكى واحد فيهم، وما كانش مجرد لسه آثار زي حسني، لا 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 لا، ده كان بيفكر لأبعد من كده بكتير. وانت قدرت ازاي توصل لكل ده يا أستاذ عصام؟ أنا قلت مين اللي يعرف السر ده؟ انتوا وأنا وبابا وماما وحسني. مشيت ورا فكرة إن أكيد حسني حكى لحد الحكاية، وقدرت فعلا أوصل لأول الخيط لما عرفت التاريخ الإجرامي لدكتور عجيب، وطلع متورط في أكتر من عملية تزوير وأعمال كلها غير مشروعة. وده يا ولادي خلينا ناخد بالنا أكتر من أي وقت فات. معاك حق يا أستاذ عصام.